على بعد يومين من وفاته أن هذا النصب التذكاري تم تدنيسه بمجموعة من القذورات والأوساخ والنجاسات هذا الصباح، فما كان لنا إلا أن نهبك جميع المواطنين المغاربة، لأن الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي وإن كان من أعمدة الاتحاد الاشتراكي والحركة الوطنية فهو رمز لكل الشعب المغربي، قاطبة شيبا وشبابا، وكذلك هو رمز الأجيال الصاعدة، لأنه ترك دائما فسحة أمل لمغرب أفضل. على كل حال، كجميع الحالة الوجدانية التي يوجد عليها الشعب المغربي على إثر فقدان المجاهد عبد الرحمن اليوسفي، تحركنا والتحقنا بالنصب التذكاري لنعاين ما حل به، ونتفاجأ كذلك بالإهمال الذي طاله، وقمنا بمبادرة إعادة كتابة اسمه على اللوحة التي كان قد شنها جلالة الملك محمد السادس إبان حياة المجاهد عبد الرحمن اليوسفي، احتفاء برمزيته وبقيمته الوطنية والتاريخية بالمغرب وخارج المغرب. نحن في جميع الحالات نعتزم تقديم شكاية في الموضوع رسمية غدا إن شاء الله يوم الاثنين، لطلب النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، تحقيق وترتيب الآثار القانونية على ذلك التحقيق، لأن هذا العمل مدان بكل أشكال الإدانة ويدخل في خانة الأعمال الإرهابية التي تمس الإجماع الوطني في قضية شخص نادر وعملة وطنية نادرة تحظى بإجماع كل المغاربة، وبل تحظى بإجماع دولي وعربي وعالمي الحقيقة هذا عمل شنيع يمس شخصية من الشخصيات البارزة في المغرب، ولا شك أن الدوافع التي وراء هذه العملية هي دوافع دنيئة وتستحق أن ندينها وأن نشجبها، وعلى السلطات المحلية أن تبحث عن من قام بهذا العمل، لأن هذا التذكار قد دشنته أعلى سلطة، دشنه جلالة الملك في وقت معين، وبالتالي عمل يعتبر ضد الإجماع العام الذي كان وراء الأستاذ عبد الرحمن. هي المناسبة لنقوم بتنديد بعملية تدنيس هذا النصب التذكاري، ونطالب من خلال هذه الجريدة ديالكم السلطات الأمنية تحديدا بأن تقوم بالتحري وبتحقيق لمعرفة هذه الأيادي الآثمة التي حاولت المساس بواحد معلمة ليس معلمة للحزب ديالنا، وإنما لكل وطن والأمة المغربية. Thank you.